اعتقلت الشرطة البرازيلية الأربعاء عضو اللجنة الدولية الأولمبية الإيرلندي باتريك هيكي للاشتباه به في بيع تذاكر للألعاب الأولمبية بشكل غير قانوني. واعتقلت الشرطة هيكي من أحد فنادق ريو دي جانيرو لعلاقته بالقضية، لكن تم نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية. ويدور الحديث عن 1000 تذكرة كانت من نصيب اللجنة الأولمبية الإيرلندية تم بيعها إلى أناس عاديين بأسعار عالية. التذاكر الأخرى جاءت مباشرة من اللجنة الأولمبية الدولية، وهم لم يستطيعوا بيعها من قبل شركات أخرى أو برامج أخرى. ورفضت اللجنة الأولمبية الإيرلندية التي يرأسها هيكي التعليق على المزاعم التي تحدثت عنها الشرطة البرازيلية. الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر قالت إنها صادرت ما يزيد عن 1000 تذكرة، فاق سعر قيمتها الأساسية بكثير، ومعظمها يعود لأحداث مهمة كحفل افتتاح الألعاب الأولمبية، فيما كان يحمل بعضها علامة اللجنة الأولمبية الإيرلندية.